مرحبا وسهلا بكم كاملين. هاي نعدلوا جولة امتزقنا وناتي ضرك بعاصفة هون من القلاص جايتنا. وتوف نختار مولي في نقطة. نختار مولي نشد معاكم اخبارها ما قد تناولناها في الخلفشات المباشرة. ان شاء الله. الراجل قدامي انا مخالفه هون اتياها بيه اللي بلاكت ماتريكيلاسيون هو دارق بها كلاس واول فيراج دارك الجابر مع الشرطه فيه الدور تندار عليه غرامه باللي من وهذا يعرفوا هم اللي مواطني مراقستان اللي هون اتياها عن هذه عقوبات وصنفت مالها ياسر انا رقاجي يحرك بقلاص يلا يعود على الاقل داير 5 مطر والله ربع بينه مع الوتر اللي قدامه ويلا سابق قيم يمسح تاب الماتريكيلاسيون يعود يراعى فيه وسنيالات يعود يراعى فيهم وفيزات ايه النقطه اللي قلت لكم اني راح نتكلم معاكم فيها نقطه ما قد تكلمنا عنها في البثوثات المباشره وهي ذكرتها قبل اني نشرت مقطع ذاك المواطن اللي بان تعرض لظلم وتعرض للتمييز والناس اللي خرصت الفيديو ما لفت انتباههم ما هو كلمة بيضانية وهذا يعكس نوع من الجهل الغريب في جمهورية صرقستان هذه الدول اللي احنا فيها هون
ينقال لك مواطن اسود، ينقال لك مواطن ابيض، ولا فيها رقاج ضموا اخلاقه، لان وينقال لك افريقي، هذا مواطن من اصول افريقيه، هذا اسيوي، هذا هذا هذه امور مسلم بها هوناتيه، لان في النهايه كل رقاج فخور باصوله، ولا يلا تعود الدنكس. موريتانيا انت تخلق جريمه، والله تخلق روايه تجبر الناس كلها بعضه يتخلف بعضه، ما هو قاعد يقول عن ذا المجرم اكحل والله بياض والله دخان، وبالتالي دائما يوقد ياسر من التفاصيل، وهذا ما يتواسى. احنا مجتمع متعدد الاعراق، وتوف موريتانيا دوله متعدده الاعراق، فيها حراطين وفيها بيضان وفيها كوار، على اللي قدر اقاز يقول بيضانيه، يقد يقول كوريه، يقد يقول حرطانيه، يقد يقول حرطاني كوري بيضاني، وهذا ما في شيء، هذا ما يلا يعود يفسد للود قضيه. شاب باقي فيه ذا اللي خلق له يتكلم مرارة، وهذا قط خلق لنا كاملين، أنا هذا قط مشيت من واكشوت قايسك جوجت، لأن أصلا خلاقي فيك جوجت معدلين ذيك ساعة فارضين رواية في فيس دوب لا معنى لياك نقبض معدل كتاب خلاقي من واكشوت 250 كيل قايسك جوجت، نوع من الوضاعة في موريتانيا غريب. المهم انه هم مشاو 70 كيل ولا عندهم باص شي من الناس الموريتاني فقراء كاملين، حد ما هو بالوع على ركور ما يقدر يجبر شي يوكلو الى حرا، يجبر شي من الفضة يسافر بيه والله يعدر بيه شي من الهموم. المهم عنهم هم مشاو ولا يجاو البليده كلهم رافد معاها صوره من كردان ديت ابا، وانا نعرف ذاك النوع من الوضاعه وحاس بذاك المواطن وحاس بالمراره اللي يتكلم منها، لان ذا نعانوا منه كاملين. قالوا لهم لا يمشون يجيبوا كردان دي توتوف، ما قد يقول الراسو عن هذا مواطن فقير وجاي من مسافة بعيد ويحاول يتعامل معاه ويبسط له الإجراء، لكن ما عاد الشاب بمولي وأصحابه لا يقولوا لا اللي خلق، قالوا عنهم تموا مرانقين فم وأنهم شرحوا له واقعهم وأنه ما سمعهم، وجات بيضانية وعيط لهم فوق رأسهم ودخلوا تو، كانوا لا يقولوا نفس الشيء لو كانت كورية ولا حرطانية، لا يقولوا مولي لا جات حرطانية ودخلت والله كورية ودخلت، لأن موريتانيا تحكم فيها الوساطة إلين تجي الإدارة، يس وأنت حرطاني والله كوري والله بيضاني تعرف فيها رقاي لا يتعدل همك ما تعرفه، يدور السفلي عليك المهدي أنت قاعد فما تياي شوطك السافي ولا ليش تحد أخبارك، رواية معروفة في موريتانيا معروفة في السفارات والوزارات والإدارات، لأن ما عندنا دولة مواطنة وتوف للأسف، عندنا مراقة حمار مسكونة وتوف تعرف رقاج لا يعدل لك همك ما تعرفه درهمك يرحمك مثل بنتك يتعدل همك، تعدل المستخرج، تعدل جنسية، تعدل باسبور، تعدل ذاك تبقي كامل فلتك والله معرفتك ما عندك شيء من هذا، يسوى وانت منه ويسوى الخيمة تهلك شن هي، يسوى قد سقرها ويسوى قد كبرها، مع ما خالق خيمة صغيرة ما دور شموك اهل الخلق. توف هذه المسألة اخترت 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 النبه عليها، على رقاش تعرض للظلم ظالمو بيضاني، يلا يقول عن ظالمو بيضاني، ظالمو بيضاني شرطي والله، ظالمو بيضاني بوليسية والله، عن قارد والله، عن جندرم بنفس الطريقة اللي يظلم بيضاني، يلا يقول ظلمني كوري والله حرطاني والله، هذا في العالم هذا هون يتخلق جريمة، هذا هو يقول لك المجرم مش كيفه، يقول المجرم ابيض وطويل والله كذا والله كحل وكذا، لأن هذا من الأمور اللي يلا تعود متجاوزة. احنا ندور نعود وعندنا دولة مواطنة، لان عندنا مراقبة فيها الناس كاملة، ولا يلا يعود رقاج يدخل بعضه في بعضه على انه وتعرض للتمييز، لا ما يتواسى، رقاج شاركوا في مسابقة ولا اجبرها وانقبضوا ضباط من البيضان، يلا يقولها يقول انا شاركت في مسابقة وانقبضوا ضباط من البيضان وانا ما انقبضت، نفس الشيء ان تعود المسألة مسؤول عنها كوري ولا حرطان يقول انا طرحت ذي الرواية وانقبضوا ضباط والله انقبضوا موظفين حراطين والله كوار وانا ما انقبضت، هذا حقه، معناها ان بدل من الناس توقف معاه وتقبض له حقه يقول لك هذا صقع فيه روح العنصريه، هذا تفصل هذيك البيضانيه قبيل ما تقولها، هذيك حرطانيه قبيل ما تقولها، هذاك كوري قبيل ما تقول، قولوا بعد ما لك ولا حتى انت لا تقول تو اللي خلق قول الامانه، وذا ما يلا يعود موجه لرقاش به اللي بلد متعدد الاعراق في موريتانيا، ما يلا يعود شيء فيه والله يطيح اسمع على التراب رقاش اذا قال بيضانيه والله كوريه والله حرطانيه والله كوري والله بيضاني والله حرطاني يطيح اسمع على التراب ان قالك عنصريه خلطه اي لعاد عنصريه يلا يوفاهم انه الدول المتقدمه اللي شقلوهم. انا انكم يا اهل موريتانيا هذا جزء من ثقافه الاستحمار اللي قرصت فيكم الانظمه اللي ياك تفرق، يعني في النهايه كوري والله حرطاني والله بيضاني هذا ما واصل، هذا في النهايه مواطن موريتاني توف
والشباب اللي يعدل لهم شوين ويفضح واللي ما يقول مرة بيتيق الوثائق المؤمنة بيتيق الحالة المدنية. راني درت لكم ميزانيته شنو الملايين تنمو به الجبال وكل واحدين ولا يقدم مواطن يجبر خدمة. هذا ياسر من الوضاع ياسر من الخسر اللي ما يضع يسكت عليه. وهذا هو الوسام ذو الأيام المرق لكم كل بيتيق المرق لكم ميزانية توف ندوركم بعبارة ثانية تسولوا روسكم ذم للملايين الصرف فاش وحنا نظل واقفين على بريكات قدام دويرة طايحة ينقالها الحالة المدنية كنا رافد فوت ولا يشتري المستخرج. وفي النهاية لا تطلع عين بوه وينهان ويوطى عليه وينحقر لياك ينعطاله مستخرج صالح سنة واحدة ذي الفوضى وذي الميزانية منين تكيس. نفس الشيء لإدارة المسابقات عندها مويقع من العصور الحجرية ما يشتقل وتعبان وهي ينصرف عليها شمل الملايين ما يوفو ما فيكم واحد يسوى الراس والملايين منين تقيس وهم يزوروا المسابقات سابق تخلق ضحاياهم ما يوفو. معناها ذا النوع من الأمور لا بد الموريتان من مصارحة ولا بد لها من مكاشفة ولا بد تعود الناس كاملة كلها أخلاق ومتمونكة عنك يا ابوي لعد حرطاني والله كوري والله بيضاني انت في بلدك ولين يلا ما كلقاش يلا تقول ذا اللي ظلمك ولين يدخل عليك سارق يلا تقول أنا دخل علي سارق بيضاني ولا دخل علي سارق حرطاني ولا كوري ولا يلا الناس تقبل هذا كعنصرية لأن الجريمة سارق سارق وتوف والعنصرية عنصرية يسوغ منهم هذه جرائم لا لون لها. وخلوكم هذا الآن ينشر واحد الواين قال لك هذا الصقع قبيل بيضاني قبيل ما يقول يقول أبا إلين يمشي واحد منكم أنتوما ويجي الإدارة ويظل نهار كامل يشيفك ويمترف أمه من التراب وتشوط الشمس إلين ذاك وقدامه حرطاني والله كوري ويعقب في النهاية يعيط الكوري والله حرطاني من وراه لا يمشي من فمه ولا يقولها دور يقولها أبا دور يقول الله ليتم رانقي وليد الفلانية. وفي النهاية قام المدير والله قام المسؤول الفم والله وقع مسؤول ما توصفهم لأن ما فهم حد مسؤول حد مسؤول ما يعدل هذا يعامل المواطنين بنفس المعاملة ودخل حرطانية والله دخل كوري لا ما يتواصل. يا الله تكم تعرف يشور روسكم ولا قاعد ينظر منظر يموتوف ورواية شوينا خلقة توقفوا معها يسوى ذلك معدلها منهم هذا يا الله تعودوا عدلتوا النهارات عند الضباط أنا خاضوا يا الله تعودوا وقفتوا كاملين وقلتوا ذا ما يتواصل الشباب راعي هوناتية عاطل من كل جهات موريتانيا راعي معاطلين هوناتية وبالتالي اللي يتلاوين قبلوا ضباط يا الله ينقبلوا ضباط من جميع مكونات موريتانيا لأن ما مكتوب عليهم منهم يا الله يعودوا إلا من جهة واحدة والله من شريحة واحدة أو يتواصلوا توف اخترتوا تون تمن حساسكم بهذا ذلك اختار نعتركم شيء من أجواء هذا هاي الغربة عاصفة من القناص هونات إياها كيف شفتوا الناس ما هم مرقوش وقراديرات وبنات لأن هذا عندهم ميزانية وهذه الميزانية مقبولة من حقوق المواطنين العاصفة ما زالت تماشي هم يكرتوا طريان اللي ما هم لا يقولون حان العاصفة كذا بالمواطن عاطي فضته معناه أنه فرض عليه لعاد فرض عليه قي مضر في العاصفة يجبر طريق يمشي عليها من مكروطة مقلوع عنها قلاص ما يجبر ذو الزيرات تراعوا فيهم على جهات كاملة ما يجعلك يا اخي هذا ذي المواطن في الخرب ما وصل لهذه الدرجه لعاد حكومات تحترمه وخايفه منه ما هو نقطعها هو الراس وتو انسان هو قطع سوق راسه هذا دفعوا ثمنه اجيال ورجال لين وصلوا تركتهم اليوم لذل اللي يعيشوا فيه من حكومات تحترمه ولا تقدر تستحمار وفرق ذا وانتم اجيال ورجال من الاستحمار حكومات توكل فرضتكم وتمتد وتقبل قوتها من محيقرانيتكم وفي النهاية هندور لكم وتوشي من الهول هونات إياها وفو بها أخبار سجاناتي هذا سجاتي ودابو قال ما هنديرو قاع نديرو سندوم الكبير ندير قاع قبل كمون الهاد الأزرق لبلدون الهاد وما تولد I'm gonna go to the
شوفوا هذا من القوانين اللي هون، شو هذا مسح سنيالاته ومسح ماتريكيله وقيمه توف يلي فرضه يعود على ماتريكيلاسيون، ينشاف الناس يعدلوا كنترول ما وقفوا قاع حد، يعني عاد صار ماتريكيل ما راحوا فيه يوقفوا رقاج، وبالنسبة للقلاس هون مخالف انا رقاج سابق قيم، يلا يمسح ماتريكيل الوتو سنيالاته ذا اللي يتوقف عليه وتو كود لاروت. أكثرية الحوادث تخلق موريتانيا بها لا جهل قاع جهل الناس في كود لاروت وبرمات ينشرا ولا فماتيا هذه اللي قال له دوسيه دي كوندويت. هون كل رقاش عنده دوسيه دي كوندويت فيه القط عدل من الأخطاء، إلى عاد قط حرق الضوء، إلى عاد قط عدل حادث لا قدر الله، إلى عاد قط عدل أي مخالفة مدجورة في ذيك الدوسيه فماتيا. هفم التبتيب والتخمريز اللي عندنا احنا تجبر واحد مطرطق بوته هو ما قد تحكم فالون وشارات قاع ما يفاصل. اكثرية الحوادث نكرر عليها اللي تخلق موريتانيا سببها لا الجهل، ان احنا الفوضوية في كل شيء، حتى رواية ترتب عليها ارواح الناس فيها فوضوية. عرف واحدين كلها مشتريها لو برما لامها في كالفته وما قد تمس فالون قاع. ووكالات تأجير سيارات تكري اللي شاشرة هون ما يقد قاصر يحرك لأنهم يعني عندهم أعمار وخالق درجة مولاها ما يقد يحرك وحده وبرمته ما يكيب برمته رقاج الكبير. ياسر منشي ياسر منشي احنا عندنا فوضى، يقوم واحد من طرطاق يقبض نحيسه ويجي الوكالة ولا يمسوتوا عن البرمة ولا شيء، ويقبض من عندهم وتو يقوم يزن ودخلها في قرية يفرق ايوه توف. ودعناكم لله إلى تزقنونات أخرى إن شاء الله.